أختنا المتصلة تقول أنا في كرب شديد جدا، والدتها ماتت بعد فرحها بأسبوعين، نسأل الله أن يتولاها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ابنتنا السائلة الصبر والرضا والقبول والاحتساب، لأنها ابتليت كمان بعد الأم ابتلاء أشد، ألا وهو أنه أولادها الأربعة ماتوا. طبعا ده أورثها نوع من ضيق النفس، وأورثها نوع من العصبية شوية. يا بنتي إحنا كلنا لله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل أجل عنده في كتاب، فلنصبر ولنحتسب. أكثري من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، وأكثري يا بنتي من قول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني فيها خيرا. دي اللي وصانا بها القرآن ووصانا بها سيدنا النبي عليه صلوات الله وسلامه. ومن تصبر صبره الله، ومن تحلم رزقه الله عز وجل الحلم، ورزقه الله عز وجل هدوء النفس وهدوء الطبع. معلش اكثري الدعاء لله عز وجل انه يصرف عنك الغضب ويصرف عنك الانفعال، واكثري من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وحاول تكوني على طهارة بصفة شبه دائمة، يعني جدد الوضوء بين الحين والحين، فإن الوضوء مطردة للكسل ومطردة للغضب ومطردة للشيطان. وخليك على ذكر الله عز وجل بالذات أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار ما قبل النوم وبعد الاستيقاظ وإلى آخره، فكل هذا إن شاء الله عز وجل يعينك على التخلص من حالة الضيق النفس والعصبية التي تمرين بها. ومسألة حماتك، ما يا بنتي مش لوحدك، يعني كثير من الحموات يفعلن ذلك مع زوجات أبنائهم، بينها وبين مرات ابنها خط نار، إلا من رحم الله عز وجل. ليه؟ ما يعني نفسية طبعت على هذا الطبع السيء. لكن لو حماتك واخدة بالها انك انت زوجة ابنها، واخدة بالها انك انت ام احفادها، واخدة بالها ان انت زي بنتها، وان لو لها بنت بره متزوجة في بيت فلان ولا بيت علان، لا يرضيها اطلاقا انه حماتها هناك تهنها او تشتمها او الى اخره، لكن قليل من يتعظ بهذا. اعتبرها بنتي زي والدتك، يعني والدتك الله يرحمها لو صاحت عليك مش هترد عليها، لو لقدر الله لقدر الله شتمتك مش هترد عليها، لو ضيقت عليك ولا يعني اهانتك برضو ما كنتش هترد عليها، فعامليها كانها امك. وكفايه ان زوجك ما شاء الله لا قوه الا بالله معاكي، معاكي يعني ايه؟ يعني برضو كلمهم وقال لهم كده ما يصحش، وانتم ما تردوش الكلام ده لبنتنا ولا لبنتك لو مش عارف متزوجه هنا ولا هنا، واتقوا الله فيها، واحنا انتم في عيشه وهي في عيشه. يعني احمد ربنا ان الزوج معاكي، لانه في بعض الاحيان بيبقى هي من ناحيه ولف دماغ الابن من ناحيه ثانيه، فالزوجه مسكينه، الزوج شمال يرزع فيها وحماتها يمين ترزع فيها. الحمد لله اهو زوجك معاكي، نسال الله عز وجل ان يصلح احوالنا واحوال الجميع، انه ولي ذلك والقادر عليه. لكن لا تبادليها بنتي سوءا بسوء، عشان هي الكبيرة وانت الصغيرة، وعشان خاطر برضو ربنا سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، ثم عشان خاطر الزوج ما تخسرهوش، لأن هي في النهاية أمه، هي في النهاية أمه.